تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنظم وزارة الشباب والرياضة مهرجان الإبداع الثالث لمركز الشباب والأندية لمراكز الشباب والأندية. ومعانا أكتر للتفاصيل الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. صباح خير يا دكتور. صباح الخير عليك. كل صباحك طيب يا دكتور. لدى المشاهدين والمتابعين بصحة البشرية بصحة وسلامة، وكلنا الحمد لله طيبين ودايما في أعياد إن شاء الله. يا رب. دكتور، من فضل حضرتك عايزين نستغل وجود حضرتك معانا وعايزين نعرف أكتر عن المهرجان وأهميته. أولا شرف لي أن أكون متواجد معاكم. يمكن وزارة الشباب والرياضة بتطلق مهرجان إبداع لمراكز الشباب، ده يعتبر في نسخته الثالثة ولا أول مرة في الأندية الرياضية. طبعا هناك مهرجان أيضا إبداع آخر بس ده خاص بالجامعات، ولكن احنا الآن بصدد الحديث عن هذا المهرجان المهم جدا واللي هيكون ليه عظيم الأثر في اكتشاف الكثير من المواهب في مختلف المجالات. طبعا هذا المهرجان بيأتي تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللي بيولي اهتمام خاص جدا باكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات مش بس في المجال الرياضي. فنقول ان مجالات التنافس في مهرجان إبداع بتشمل 13 مجال، يمكن يكون في مجال في على المستوى الفني والادبي والثقافي. قول هي ايه اهم المجالات ديت او هتشمل ايه المجالات ديت؟ هتشمل التمثيل والغناء والعزف والمراسل الاذاعي والتلفزيوني والانشاد الديني والترانيم والافلام القصيره والفنون التشكيليه والابتكارات العلميه والشعر، والاول مره هيكون في الموال الشعبي والتعليق الرياضي والمهارات الحركيه. خلينا نقول برضو كمان ان هتكون هناك 3 مراحل هيتم من خلالها تنفيذ هذا المهرجان في نسخته الثالثه لمراكز الشباب زي ما قلنا، والاول مره للانديه الرياضيه. المرحله الاولى بيتم خلالها تقديم كافه الاعمال الخاصه بالمسابقه اونلاين وفقا للشروط المعلنه على الموقع الرسمي للمهرجان وكمان بوابة مصر للشباب والرياضة، وهيتم استقبال كافة الأعمال اعتبارا من أول مايو الجاري وهتستمر حتى يوم 30 مايو. المرحلة الثانية بيتم من خلالها تصفيه كل الأعمال المتقدمة للمهرجان وتصفيتها للمرحلة النهائية من خلال لجان متخصصة جدا. اللجنة دي هتشاهد كل الأعمال وهتصعد عدد 120 متسابق بواقع 5 متسابقين لأعضاء مراكز الشباب و5 متسابقين لأعضاء الأندية الرياضية في كل مجال. المرحلة الثالثة تكون خاصة بالتحكيم النهائي من لجان التحكيم باستوديو خاص بالمهرجان، وبيتم إذاعتها على أحد القنوات المصرية المتخصصة في 14 حلقة. دكتور، خليني اسال حضرتك سؤال. طيب اللي بيحب يشترك، يعني ايه الشروط ان اي حد يقدر يشترك في هذا المهرجان؟ احنا طبعا المهرجان مفتوح للجميع، ولكن الشروط موجوده باكثر تفصيلا على الموقع الخاص للمهرجان وكمان بوابه مصر للشباب والرياضه. انا بعتبر يا دكتور ان دي فكره ذكيه من وزاره الشباب، يعني احنا دلوقتي في وقت يمكن يكون شويه قلق او شويه خوف عشان خاطر الفيروس العين كورونا، ولكن دي فكره اعتقد فكره هايله، وكمان في انشطه كتيره. ايه اللي بيميز المهرجان الابداع الثالث عن باقي المهرجانات اللي فاتت؟ المهرجان طبعا ده مهم جدا وزاره الشباب والرياضه في ظل الظروف الاستثنائيه اللي بيعيشها العالم كله، ويمكن الحكومه المصريه كان لها دور كبير جدا وذكي جدا في اداره كافه المجالات والانشطه الخاصه بعدد او خاصه بالوزارات كلها الحمد لله. ويمكن كمان دور الحكومه كان واضح جدا في اداره هذه الازمه. وزاره الشباب والرياضه بالفعل قدرت تنفذ عدد كبير من الانشطه اونلاين في ظل جائحه كورونا، سواء من خلال الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه او من خلال تلك المهرجانات اللي بدانا نفتحها بشكل اونلاين. اللي بيميز المهرجان ده هو فعلا بيبقى التقديم اونلاين، بيتم اكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات زي ما اوضحنا، وكمان بيدخل في الانديه الرياضيه اللي فيها قاعده عريضه جدا من الاعضاء المنتسبين لتلك الانديه، وكمان في مراكز الشباب في كل الكره والنجوع. الدوله بتولي اهتمام خاص بالفعل زي ما قلنا في اكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات، وسعنا قاعده اختيار هذه المره، وسعنا كمان
اكتر اضفنا اكتر عدد من الانشطه اللي هي زي التعليق الرياضي، كمان زي الـ 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 الانشاد بمختلف انواعه، وكمان الترانيم. كل ده اشياء او انشطه هيتم اكتشاف الموهوبين خلالها وكمان ادماجهم. دكتور، متوقع نسبه المشاركه تكون قد ايه؟ ويا ترى المهرجانات اللي فاتت برضو كان في نسبه مشاركه كبيره؟ حقيقي نسبه المشاركه بتبقى كبيره جدا، بيبقى في اقبال كبير جدا من قبل المتسابقين والمشاركين. يمكن خطه الوزاره خلال الفتره المقبله تضمنت تنفيذ عدد كبير من المشروعات والبرامج والانشطه المعنيه باكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات، سواء رياضيه او ثقافيه او فنيه، والتاكيد على ادماجهم في برامج تدريبيه مكثفه بنقدمها في كافه انواع المجالات. وكمان خلينا اقول ان انا عايز اوجه لكم الشكر بصراحه، يعني دوركم كبير معانا في القاء الضوء على انشطه وزاره الشباب والرياضه المختلفه، واللي بتساعد بشكل كبير جدا في تصحيح قاعده المشاركين. يعني اكيد لكم نسبه مشاهده كبيره، بيكون هناك ايضا اشتراك عدد كبير من الموهوبين من خلال الاعلان عن تلك الانشطه. دكتور، انا شايف ان كمان الجوائز هتوصل ل 72 فائز، ده طبعا حاجه مبشره. لما 72 واحد هيفوزوا يبقى كده الكم المشارك يكون قد ايه؟ نتكلم عن الجوائز يا دكتور معلش. ده مهم جدا، يعني نقطه مهمه جدا. احنا بنتعاون الان مع احد المؤسسات الصحفيه القوميه في هذا الصدد، وكمان بنقدم جوائز مختلفه وقيمه، وربما يعني او تهتم بشكل كبير جدا بكافه المشاركين، وبتشجعهم على فكره كمان لما يكون الجوائز كثيره ومتعدده وكمان قيمه، بيكون هناك تشجيع قوي جدا للمشاركين للاقبال على الاشتراك في هذا المهرجان في نسخته الثالثه لمراكز الشباب والاولى للانديه الرياضيه. يعني تحيه واحترام وتقدير لوزاره الشباب اللي بتقوم بدور كبير، اللي في الوقت الناس كلها يمكن قلقانه، وزاره الشباب بتقوم بدور فعال ان هي بتساعد تخرج الطاقات والمواهب اللي موجوده عند الشباب. بشكرك جدا دكتور محمد. انا اللي بشكركم، كل سنه واحنا كلنا طيبين وخير ومحبه وسلام، وربنا يا رب يحفظ مصر دائما وقيادتها الحكيمه. امين يا رب. بشكر الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب.